ما سبب الابتعاد بينك وبين زين المحمداوي؟ هناك من يقول انكم على خلاف كبير جدا. انا وزين المحمداوي؟ احشل بقلبي. سولف لك الجواب. مو؟ اي. اكو قرآن؟ لا صادق. لا اريد قرآن. أمانة صادق. اريد قرآن. صادق. طلع لي صورة خليني احلف بيها مع القرآن والله. أمانة صادق. باع. زيون المحمداوي. اي. من كان حسابه يعني يمكن 20 كي هيج. نعم. انا نشر اعلان. بس انا اعلاني مو بهذا السعر، بس هو يستاهل. تمام. ب50 نشره. قلت له، قال لي ذاك يوم بقت 10، قلت له طايحه. خوش. المهم قول 50، عوف العشرة. حلو. اوكي؟ زين وصلت انت وكتبت لي شعر على حبيبتي ووصلت ووصلت، بعد ما واصل يعني للساحه، بعد يعني مو كلش، انا سويت له بس تاكين. اها. اي نشرته. هو الولد قام يمشي ويانا. جينا البغداد ويسافر ويانا ونشره وشاقي، بس تأذيه بالشقة. العالم اي واحد تأذيه العالم تحبه. نعم. نحب الولد. الولد وصل لهذا المستوى، قامت قص العالم ويا صور. ها الولد اخذت له فتره ما يجي يمي. تدري شنو؟ علي الله صادق طلبي. افكر بالليل اقول شنو الفيلم؟ ليش؟ بعد قدام بيت صاحبي اقول له ترى انا محتاجك. وحق هذا الماي صادق. قلت له انا محتاجك يعني اطلع ويانا وهاي. الولد ما جر عدل. اخر شيء قال لي خلينا نحط لنا شقه بالبصره. قلت له انا ما حش شقه. تمام. مو شقه بيها شيء له هاي. لا يحش شقه لان هو اهله يعني اهله شايلين. شالوا من البصره. نعم. اي المهم واخر فتره من عافني اكو سبب. شنو السبب؟ انا نقدر نعرف؟ اي تمام. السبب هو شنو زيوني؟ محتوى شاعر. شاعر حسب ما يقال يعني. خل احكي لك انا. هو صاحبي. نعم. زيوني قلت لي القائك يخبل فعلا وانت حلو. هسه لو تجيب مال إيهاب المالكي وتجيب مال رائد تجيب مال علي سمير هذين تحكيهن انت محبوب. تمام. ها؟ كل ساعة شيل الشاعر وتكتب بزين لمحمداوي، شيل الشاعر يعني هسه انت هاي حقوق العالم تدري. قلت له اكو قصايد يعني مال العالم انا سامحها، من قلت احبك تتذكر الرد يعني ذنا سامحهن قديمات. فعلا. قلت له زيوني انت صاحبي، قلت له ليش ما تلقي شعر؟ قلت له انا اعمارتي وانا قريتها فعلا. بس اقول مال عداي، عداي خابرني قال لي خذها. فعلا وصلت. صحيح. قلت له انت حلو هاي والله. وباللقاء مال احمد الذهبي. نعم. قلت له ترى عمالقة احمد الذهبي ومصطفى الربيعي فعلا ومحمد صادق. قلت له ذول عمالقة اخابر احمد الذهبي. قلت له يعني شو اللي دير بالك عليه؟ صعب. قلت له لا صح. تروح. راح اما قام يعني جوابه مو حلو. قالهم نعسان تعبان انت غير متهيئ زيون. انا قلت لك لا تروح يعني اكو امور هواي. ومن عافني الولد هو مو شاعر جان احكي غير محتوى على مود عوف طريبي. اها يعني شابه بو محتواك قلد محتواك بعد جاء شوف العالم. لا انا اقصد انه عاف الشعر وقلد المحتوى غير المحتوى الشعر. ايه تدري شنو؟ قلت له عندي مسابقة. أنا شيء حقيقي ذا مسابقة هاي للف ما يعني ما أخذه من عندهم. واضح. مو للف دينار، للف الواحد كي قصدي. قلت له عندي مسابقة يروح الغيري. قلت له ليش؟ شنو السبب؟ على مود الفلوس؟ قلت له طيق شقد ما أدري. إيه أذاني زوين أذاني. وأنا ليش أذاني يعني؟ نعم. هو ليش أنا أحكي هيك؟ أنا أحبه. اي لانه تحبه امانه وانا اعرف ايش قد طريبي انا لو ما احبه اي واحبهم هم كم واحد لا ما اذكره ولا احكي به. اها تمام. تحياتنا زين لمحمداوي وان شاء الله هذا الموضوع ترجعون حبايب تحياتنا زين لمحمداوي.